الكاتب العام الوطني لاتحاد النقابات المهنيه للمغرب. هذه الوقفه نظمناها نهار 8/10/2020 التحدي ديال وزاره النقل تحداتنا، وخرجت واحد دفتر الشحن اللي هو دفتر مجحف وما غيضطرنا اننا نوليو مفلسين ماشي مدربين، لان هذا البيان الشحن هذا مازال ما داروش مراسيم ديال التنظيم ديالو، وباقي ما سووش الوضعيات ديال الشاحنات من 3.5 19 طن، وحنا مازال حنا كندعيو للتصعيد، والناس راه كيلتحقوا بينا، الناس المنخرطين ديالنا والقواعد ديالنا كيلتحقوا بالاضراب، وحنا راه نهار 2 ان شاء الله لما كان استجابه ديال وزاره النقل غنديروا مسيره لوزاره النقل.